أخبار اليوم. اسمي يوسف أسامة، 18 سنة، بلعب بقالي حوالي 8 سنين أو 7 سنين. بس تشيمبرون ده بطل ألمانيا أصلا، كان بيلعب في فرقة ألف في ألمانيا. الحمد لله 27 درجة. الحمد لله الناس كانت مستمتعه قوي. الحمد لله بارك لك عليك. الله يبارك فيك. شايف البطوله السنه دي بطوله اخبار اليوم كاس العالم للبلياردو، شايف عامله ازاي السنه دي؟ لا دايما جميله الصراحه، بتبقى منظمه جدا. الغردقه عامه كويسه. لعبت الناشئ احمد حاتم تاني جمهوريه عندنا في مصر. خلصت كسبت 30-25، وبعد كده لعبت شيمبراند. كان اداؤه كويس قدامك؟ الحمد لله. بيلعب في بطولات مختلفه. هو في الاول كان مش كويس، بعد كده لعب حلو بس الحمد لله. تمام. في تكنيك معين بتغيره ممكن وانت بتلعب على حسب؟ لو خسران بحاول اوقف، لو خسران بحاول يعني اعمل كاروت يعني ديفنس يعني على اللعيب اللي قدامي، ولو كسبان برضه اعمل ديفنس يعني. يوسف كان في صعوبات بالشمبراند ولا؟ هو اي ماتش بيبقى صعب، مفيش ماتش سهل. طيب ايوه يعني عن الماتش يعني. هو بص، هو الماتش في اوله يعني اهم حاجه الستارت بتاع الماتش يعني. انت بدات عملت فرق يعني في البريك 17-4، انت بتحاول بقى تحافظ عليه طول الماتش يعني، ما تخلوش يقرب منك يعني، ما تجيبش بونتين وتسيب له حاجه سهله يجيب بونتين او كمان، عشان انك يعني ما عملتش حاجه يعني. برضه بتحسبها ان انت بتعمل ضربات صعبه لل ايوه شايف اللعبه ممكن تعمل فشل ازاي؟ هو احنا كل واحد من الناشئين بعد ما اتدربنا مع مستر خوسيه بيحاول يجيب صحابه يلعبوا بول، بيلعبوا سنوكر وبيمرنهم. مفيش فكره ثانيه، مفيش اي تحفيز ثاني، ولا عايز يلعب يلعب. بشكرك جدا، وبتمنى لك التوفيق في البطوله، والف مبروك على الماتش. الله يبارك فيك. شكرا.